عجب عجب بجرب يا سلام. هذا عجب هذا عجب. الذي قدم العجب في اللقطة الماضية وأعلن عن تقدم العلم بأول أداء في المباراة. أهني يسمونك عجب، أهني لعبك عجب، أهني تسديدتك عجب، أهني يحدث العجب والإعجاب على لقطة رائعة راحت للتسعين برقم 16. كنا سلطان راشد، كنا المتدور العيناوي في اللقطة الماضية بذكريات ذلك النجم الكبير الذي كان يرتدي قميص رقم 16 ثم 5، سلطان راشد. واليوم عجب يسدد هذه التسديدة، فعل العين ما لم يفعلها الظفرة في شوط المباراة الأول، وهي خاصية التسديد. العين يتقدم بأول أداء في المباراة. بشكل ممتاز اللمسة الأخيرة من بيرك، والأهم من دياكي يقول بعدني بعدني، لا زال في القدرة على العطاء وعلى التسجيل. والموهبة لا تشيخ، الموهبة ما تعجز، الموهبة تبقى حتى لو لج إبراهيم دياكي. هنا الكرة، اوه اسعيد الكثير يسجل هدف تقليص الفارق. الورقه البديله اسعيد الكثير. شوف شوفه في العاده ابراهيم سعيد، حلوه كانت التمريره ما فيها تسلل، وبعد ذلك الكثير يحاول تتهيأ ويسددها في المرمى. يقلص الفارق الان، يقلص الفارق في اخر 10 دقائق تقريبا. ممكن الان تختلف الامور بالنسبة للعين. حلوة عملية تسجيل الهدف. بسم الله الرحيم. في البداية أقول الحمد لله، على كل حال قدمنا أداء يعني أعطينا الماكسيموم كأداء، لكن في النهاية التوفيق من عند الله. العين الشوط الثاني استغل الفرص اللي جته، سجل جولين، صعبت علينا الأمور، بس يعني حاولنا أن احنا نرد. بس أتوقع العين يعني صعب أنك ترد بعد ما العين يكون مسجل جولين. التغييرات حاولتوا فيه يعني تغييرات المدرب غيرت نوعا ما شكل الفريق، لكن ما كانت هي ردة الفعل الكبيرة المتوقعة. والله شوف صعب انك تتوقع ردة فعل كبيرة، وخصوصا تلعب ضد العين. العين يلعب المنافسة اليوم، مباراة بالنسبة له 3 نقاط تخليه فرق الصدارة في الدوري. حاولنا، الكل قدم اللي عنده من اللعيبة، لكن في النهاية ظروف المباراة بشكل عام اتوقع كانت صارت بالشكل هذا. موفق خير يا سيد. شكرا شكرا. من الجانب الاخر الكابتن ريان. ريان تفضل لو سمحت. ريان يسلم، مبارك لكم ريان الحصول على 3 نقاط. العين اليوم الشوط الاول ما كان بمستوى، الشوط الثاني اختلف. شو ابرز توجيهات المدرب زوران بين الشوطين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفوز، فوز مهم خاصة في آخر مباراة في الدور الأول. كان أهم شيء المدرب قال لنا نحاول نخرج ب3 نقاط. الأداء مش مهم أكثر من نقاط 3 خاصة في ملعب الظفرة. ملعب الظفرة دائما يكونون خصم عنيد في ملعبهم، والحمد لله يعني توفقنا وطلعنا من 3 نقاط. والشوط الأول نفس ما تقول ما دخلنا في جو المباراة في البداية، بس الحمد لله بين الشوطين المدرب الحمد لله يعني كلمنا قالنا نعطي 100% وان شاء الله راح نفوز، والحمد لله تيسرت الامور وحققنا اللي جايين عشانه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء الحمد لله على النتيجه، وشيء ثاني يشكر لعيبتنا انهم نهوا الدور الاول من دون خساره وصداره الدور الاول، ان كانت بمشاركه الوصل او تكون ان شاء الله منفرده. صابت عمر مع الأسف، يعني عمر غاب فترة طويلة عن الفريق، ما صدقنا أنه يرجع ويشارك مع المجموعة. عمر ليس فقط خسارة لنادي العين، خسارة لكرة الإمارات ككل، كونه أحد أعمدة المنتخب الوطني.
المفترض ان ما بنقول يعني يتراعى، ولكن المواهب قليلة عندنا في بلادنا. في نفس الوقت قيمة عمر وموهبته تستدعي من الحكام شوية يوفروا له الحماية اللازمة. يعني تتحدد إن شاء الله بعد ما يكون الطبيب عمل تقريره وتنعمل الأشعة بالتأكد من مدى، لكن حاليا هي في نفس المكان السابق. ثلاث حالات في هذه المباراة، هذه الحالة الأولى يمكن في الدقيقة 3 من عمر المباراة، وسقوط لاعب فريق نادي العين داخل منطقة جزاء الظفرة ومطالب بركلة جزاء. مشاهد هنا في تلاحم بدني يحصل بين المدافع والمهاجم، ودائما يظل التلاحم البدني والتنافس في محيط في محيط اللعب. ما في ابدا، انا في رايي ما في كان في شيء يستدعي اصور هذا، كله تلاحم بدني طبيعي جدا ولمس حقيقه في الظهر، وبالتالي استفتعال لاعب السقوط في حاول اقناع الحكم بقرار، وبالتالي انا مع قرار الحكم بعدم احتساب مخالفه في هذه اللعبه، لان اصور اللمس كان مجرد لمس، ما في اي فعل اللي هو الدفع اللي يستدعي قرار ركلة جزاء. أفضل مثل وضعية لاعب فريق نادي العين اللي هو صور عمر، صور نتج عنها انذار لصالح فريق الظفر. كان في شك ان عمر كان في موقف تسلل حقيقة قبل وضعية الانطلاق نحو مرمى فريق نادي الظفر، لكن اصور من خلال الإعادة اصور الحالة تعتبر من الحالات الدقيقة جدا، تحسب لمساعد الحكم الأول اللي يقدر يقراها بصورة صحيحة، على رغم الكرة ملعوبة من مسافة بعيدة جدا حقيقة ما تسمح للمساعد أن يقدر يحددها بدقة، وبالتالي أنا كان اصور قرار صحيح، وبالتالي نتج عنها عرقلة من الخلف في وضعية بناء هجم مؤثر لصالح عمر، نتج عنها انذار مستحق أيضا لاعب فريق نادي الظفرة. ونشوف هذه الحالة، هل هي حالة تستدعي قرار من، لكن اتصور نلاحظ تمركز حقيقة الحكم في وضعية كان جدا قريب من الحالة، وكان متابع حقيقة بصورة جيدة. نشوف حقيقة طريقة دخول المدافع واضح جدا، سعى في اتجاه سعى محاولة لمس الكرة، وبالتالي انا اتصور حتى شوف التلاحم البدني ما بين المدافع والمهاجم غير موجود، المدافع هو اللي افتعل السقوط طبعا بعد التلامس طبيعي جدا في اللعب، وبالتالي انا مع قرار الحكم ايضا بعدم حساب ركله جزاء، كان قرار صحيح موفق، لكن يظل حاله ايضا من الحالات الصعبه جدا بالنسبه للحكم. انا اتصور توفق الحكم في قراءه الحاله بصوره صحيحه وعدم احتساب ركله جزاء لصالح فريق نادي العين. يعني نحن اليوم جالسين نمدح الوصل كثير صح؟ الوصل يستاهل، يمتع، يؤدي، يعمل، يعني فريق ما شاء الله مقدم مستويات ممتازه. العين في أسوأ حالاته متصدر مع الوصل. أسوأ حالاته من اي ناحيه؟ الناحيه الفنيه، العطاء، يعني الاستقرار صحيح عنده اصابات وعنده يعني خلينا نقول 50% من الاجانب جيدين، لكن كيف تقول عن الفريق هو راس براس مع المتصدر وتقول ان حالته سيئه؟ كيف سيئه فنيا؟ ما بيجلس يقدم او يعطي بنفس القدرات الموجوده من اللاعبين. يعني العين فتره اليوم يعني يفوز بدون ما يقدم في اكثر مباريات، في مباريات عشان ما ظلم الفريق قدم وفاز، خصوصا على شوط ضد الاهلي، مباراه الوحده كان جدا ممتاز، كان عنده غيابات، لكن هذا الشيء تعودنا على العين انه دائما عنده غيابات ويؤدي في 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 شكل، في امتاع، في في لعب، في جمل تكتيكيه. اليوم ما شاهد انا هذا الشيء بشكل كبير، شاهد تفاوت في المستوى، نزول في المستوى. اليوم شفت الشوط الاول والله من اسوء الاشواط اللي شاهدها من الفريقين، يعني الظفر ينتظر الخسارة والعين يلعب بشكل بطيء، يمرر بعرضي ما راح مؤثر. ليش؟ فقط لما دخل دياكي، لأن دياكي دائما يلعب بشكل مؤثر وقدر أنه يسجل هدف الفوز. لكن مع هذا أنا أقول لك العين مرشح قوي على الدوري اليوم بنواف. إحنا في عالم كرة القدم ممكن تفوز مباراة مباراتين ثلاث بدون مستوى، لأن عندك شخصية، عندك هيبة، عندك اسم كبير. لكن اليوم اعتقد العين المفروض ان تعدى مرحله الاداء السيء. اليوم في لاعبين قدروا ياخذون على راسهم، ريان اليوم مختار للمنتخب وقدر يثبت نفسه اساسي في ظل الغيابات، هذا اللاعب انتهز الفرصه. لكن في نفس الوقت انا اتكلم عن مجموعه لاعبين ما بهذاك الاداء. انا اقول لك العين عنده اكثر. ليش انا اتكلم بهالطريقه؟ لان عارف ان العين عنده اكثر لما يلعب السهل ويكون عنده انضباط وتركيز وعارف يعني القيمه اللي هو فيها. هذا ما قاله السوري قويض مدرب الظفرة قبل مواجهة العين هذا المساء. هو ليس قلقا من العين بقدر قلقه من التحكيم.
أما زال الظفراوية قلقين من التحكيم فقط، وهم الآن في المركز قبل الأخير وبفارق نقطة وحيدة عن المركز الأخير. احتجاجات تحكيمية عدة من قبل الظفراوية، احتجاج هنا وآخر هناك، ولكن الظفرة في تراجع. فوز وحيد تحقق خلال الدور الأول بأكمله، ما عدا ذلك فإن الفريق يترنح ما بين تعادل أو خسارة، والتحكيم حتما لم تكن له اليد العليا في بعض الهزائم، خاصة الهزيمة الثقيلة أمام حتى بالخمسة. ظهور غير مقنع للظفرة في الدور الأول لدوري الخليج العربي، ما هي الأسباب؟ حتى وإن كان الظفرة قد تعرض للظلم تحكيميا في بعض الحالات، إلا أنها حتما ليست كل شيء، فهناك العديد من الأسباب التي جعلت الفريق يتراجع إلى هذا الحال. فماذا حل بك يا ظفراوي؟